الميزان توزن الحسنات والسيئات. هسه هذا ميزان مادي، ميزان معنوي يحتاج إلى بحثكم في تفسير سورة القارعة، أنا أشرحها لك إن شاء الله. فقالوا لي يا رسول الله ما أثقل شيء في الميزان، أكو بعض الأشياء يخلون الميزان ثقيل، ينزل الميزان ثقيل يصير. شنو يا رسول الله؟ قال حسن الأخلاق. حسن الأخلاق بالأخص مع زوجتك وأطفالك، دير بالك مو برا والله فالح عليه الحمد لله وكذا وسلام عليكم، إذا واحد سلم عليك تقطع بالسلام، لكن من يرجع للبيت عبوسا السيف ما يأخذ بوجهه حتى يخافون، مثل ذيك المرة تقول أنا أعطي حبوب نوم، من يرجع أنطوي نام، هذا لأنه بلوى، هذا إذا قعد يسبب لنا مشاكل، يضرب الأطفال، يضرب كذا، يضرب كذا، ما عنده أخلاق. ترى هذا خير، قالت هذا خير عندك شيخنا، أي تسمع مولانا. فديروا بالكم، ترى الإنسان كون يصير خلوق مع أهله وعياله وخلوق خارج البيت كذلك، ما يصير بس مكان واحد مولانا، هذا يسمى مشكلة. زين، الشاهد قال له حسن الأخلاق يثقل الميزان. بعد يا رسول الله اسمع الرسول شو يقول، الصدقة تثقل الميزان. اثنين، بعد يا رسول الله قال الشهادتان خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. يا هي الشهادتان، هاي ثلاثة. بعد يا رسول الله من جملتها الطهارة، الإنسان يبقى على طهارة بشكل مستمر، تطلع للحسينية توضى واطلع، تنام توضى ونام، تطلع للسوق توضى واطلع للسوق. بعد يا رسول الله قالهم أثقل ما في الميزان الصلاة على محمد وآل محمد. في ليلة المعراج يا شيعة أمير المؤمنين، في ليلة المعراج يقول رسول الله لما عرج بي إلى السماء، رحت إلى السماء مررت على الجنة ومررت على النار ومررت على الملائكة والأنبياء، يقول مريت على ملك، اسمعها اسمعها، يقول مريت على ملك من الملائكة عنده ألف إيد. هسا أنت إذا تقدر كسر حسابك بسرعة وبالبيت إذا تقدر، عنده ألف يد، بكل يد ألف أصبع، إيش قد يصير؟ مليون، عافية. في كل أصبع ألف قطعة، قطعة يعني أنملة، أنملة يعني قيد بند، هذا إحنا إيش قد عندنا؟ ثلاثة، ذاك زلمتنا إيش قد عنده؟ بكل أصبع عنده ألف، هواي ترى، كلش هواي. زين، يقول سألت جبرائيل، قلت له حبيبي جبرائيل ما عمله هذا، شنو شغله؟ قال له تقدم وسله يا رسول الله فإن الله قد خلقه لنور وجهك يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أدري بك ترتاح على هالروايات الحلوة هاي، فضائل أهل البيت. قال له سأل أنت يا رسول الله، يقول تقدم النبي سلم عليه قال له ما هو عملك؟ شنو أنت عملك؟ يقول قام الملك وضرب ركبته إلى الأرض، قال السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام على من اختاره الله، السلام على صفي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء، السلام عليك أيها المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. يا رسول الله، قال له شنو شغلك؟ قال له أنا عملي، شو من شغلة عجيبة هاي، قال له عملي أعد قطرات الأمطار في كل بلد، كم قطرة طاحت بالزبير يحسبها، يكسر حسابها بسرعة، كم قطرة طاحت مثلا فلان مكان يحسب. النبي قال له أو تستطيع على ذلك؟ يعني كل القطرات هاي يعني ماي سريع أو خفيف هاي كلها تحسبها؟ قال له أعدها بأجمعها. قال له ما يصعب عليك الأمر؟ قال له يا رسول الله إن الله قد خلقني لهذا العمل، هاي شغلتي أنا. قال له أكو شيء أنت ما تقدر تحسبه، لا تستطيع أن تعده؟ قال له يا رسول الله أعد قطرات الأمطار وحبات الرمال وعدد الأشجار والبشر والمدر، إلا شيء واحد لا أستطيع أن أعده. قال له شنو؟ قال له إذا العبد صلى على محمد وآل محمد لا أستطيع أن أعد ثوابها وأجرها.